مهما طنشنا ومهما حرنا ودرنا مرجوعنا لقانون الإيجارات. قانون الإيجارات بكل بلدان العالم هو عنوان لاستقرار البلدان، مقياس لاستقرار الفئات المجتمعية. نحن بالبلد كل فترة بيصير عنا عركة على الإيجارات، والهجرات الداخلية نحو المدن عم بتزيد. نحن من زمان ما شفنا استقرار اجتماعي، لأنه ما كانت الدولة مهتمة بإنماء الضواحي وتشجيع الزراعة والصناعة وتأمين فرص العمل خارج العاصمة والمدن الأساسية. الحكي داير حول الخلاف بين المالكين والمستأجرين القدامى، وما حدا عم يحكي عن مسؤولية الدولة اللي كان لازم تعمل مشاريع إسكانية وترفع القروض السكنية وتلاقي حلول لمشكلة السير والطرقات. بالنتيجة ما في حل قبل ما نعرف انه الانسان هو اللي بيعمل القوانين، مش القوانين بتعمل انسان. هذا رأيي، فكر فيها.